إذن لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المقدسيين والخطر الذي يواجه أو يهدد عائلات الشيخ أو حي الشيخ جراح، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس أحد المهددين بالطرد من منزله بحي الشيخ جراح الحاج نبيل الكرد. حاج نبيل، مرحبا بك. مساءك أهلا وسهلا. أنا بك حاج. حاج، كيف تبدو الأوضاع في حي الشيخ جراح في ظل هذه الأنباء عن الاعتقالات التي هي والمواجهات في هذا الحي؟ كيف بيصير في حرب بين جيش وجيش؟ الحرب بين جيش وناس ما همش حجر يضربوه. نعم. وبيضربوهم وبيزتوهم على الأرض وبيدعسوا عليهم. كيف الصورة اللي كانت في أمريكا، شفت الزلمة الأخضر اللي قتلوه فلويد هذا؟ نعم. حاليا نفس الحركات بيعملوها مع الشباب تبعونا، وبيضربوهم وبيتركوا وجههم بالشارع. No. وقنابل الغاز وبلحقوهم وبالخيالة الكبيرة، بخلي الخيل تضرب البني آدم ضرب بموت براسها. يعني كأنه احنا جيش مسلح قدامهم بحاربونا. مش قادرين يشتوا ملكية الحي باسمهم. بدهم يشتوا بالزعرنة وتخويف أو تهريبنا، لكن احنا بإذن الله مش هنطلع من الحي، وحنكون صامدين بإذن الله. ونرجو من كل اللي بيقدر يساعد الحي الشيخ جراح يساعده، زي السيد أردوغان اللي هو مسؤول عن كل الوثائق اللي كانت بالنسبة لفلسطين للعالم العربي، يثبت انه اليهود ما لهم شيء يا عمي بفلسطين، وبالذات بحي الشيخ جراح. هم مزورين اوراق وبيقولوا موجوده اصولها في تركيا، لكن ما عندهم اي شيء لغايه الان بيحاربونا بالمحاكم الاستعماريه اللي هي محاكم مسيسه ما فيها قانون، بس الاراء السياسيه اللي بتمشي. بدنا حي الشيخ جراح، بدعوله قانون مشان ياخذوا حي الشيخ جراح، وبزوروا اوراق مشان ياخذوا حي الشيخ جراح. شيخ نبيل، حاج نبيل، يعني أنتم على بعد أيام من تنفيذ قرار محكمة الاحتلال الصهيوني بشأن مصادرة هذه الأملاك، ما الإجراءات الآن المتاحة لديكم لوقف ذلك؟ احنا عم بضحكوا علينا، بقولوا ان انتم اربع عائلات ما نطلعكم يوم الخميس اللي فات كان، بس هلا منا عشان نعمل حالة إنسانية معكم، اعترفوا انه الأرض لليهود ومنخليكم بالبيوت ساكنين مستأجرين محميين. احنا هذا الكلام رافضينه، لانه اي اعتراف انه احنا مستأجرين محميين يعني احنا اعترفنا بالملكية الاسرائيلية، وهذا الحكي مش ماشي معنا ابدا ابدا ابدا، لانه الارض بالاساس للاردن، على الاردن ان تحميها مش انا اللي احميها. انا صار عندي الليلة يمكن 15 اصابة من الشباب. إلى أي مدى يعني ترون شيخ حاج نبيل أن السلطة الفلسطينية تقوم بما يجب عليها من أجل وقف مصادرة بيوتكم في هذه القضية؟ قلت لك سجلوا الأرض سنة 72 بوثيقة مزورة، يهودي مع يهودي بسجلوا الأرض، لكن ما في إثبات على هذا التسجيل. ولغاية الآن المحاكم الإسرائيلية نفسها اللي هي مسيسة بتطالب منهم انه يقولوا انه الارض لهم، يجيبوا وثائق. ما جابوا وثائق من سنة 96، يعني هلا ظلهم 25 سنة مطلوب منهم يجيبوا ملكية الارض اللي بيحكوا عنها وما جابوا، لكن عندهم القنابل وعندهم الجنود من خلالهم بدهم ياخذوا الاراضي. طيب، هل تعولون على تحرك دولي، لا سيما وان الامين العام للامم المتحدة صرح بانه يشعر بالقلق؟ والله يا سيدي، يعني انا هاشتاج انقذ الشيخ جراح عربي وانجليزي، واستمرت في جميع انحاء العالم، وساندونا دول كثيرة، شعوب كثيرة الحقيقة مش دول، ومؤسسات، وبعثنا لهيئة الامم، بعثنا للاتحاد الاوروبي، بعثنا البرلمان البريطاني والانجليزي والفرنسي والالماني والطلياني والهولندي والايرلندي، ما خلينا. لكن لغاية الان الدول يا سيدي هي اللي حاضنة إسرائيل، لكن الشعوب عارفة إنه إسرائيل بلد اللصوص وبلد الحرمية، مش دولة. هاي مش بيقولوا إحنا الدولة الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط، هي الدولة الهمجية اللي عمالها بتحاربنا وإحنا عزل،
وكنا ختيارية وشباب صغار، وأبداً أبداً نازل فينا طخ بالقنابل، بس لغاية الآن ما استعملوش الرصاص الحي. أعطاكم الله الصحة والعافية. حاج نبيل الكرد من القدس أحد المهددين بالطرد من منزله بحي الشيخ جراح، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا.